السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي معانا موقع كويس جدا اسمه فيور ناشونال ماب. ده ميزته ان انت تقدر تشوف الخريطة بتفصيل، مش مجرد حاجة ثابتة زي ما موجودة في الكتب، لا تقدر تشوفها، تفك الليارات، تقدر فيها خدمات كتير جدا، وتقدر تعمل لها داتا داونلود. فممكن تيجي هنا ده نوتيفيكيشن، وبعد كده ده الجاليري، فتقدر تشوف الخرايط بأكثر من طريقة، مثلا بالشكل دوت. هو بيبدأ يحملها من على النت، تقدر تعمل زوم على أي حتة في العالم، تقدر تشوفها شبكة طرق، تقدر تشوفها المنظر بالليل بيبقى عامل ازاي، وهكذا بيديك أكتر من اختيار. ممكن تقول له طب انا عايز اشوفها كليارات، فيجيب لك لير ليست، وتبدا تشوف انت عايز ايه الليارات اللي انت عايز تظهرها وايه الليارات اللي انت عايز تخفيها. يعني مثلا ممكن تقول انا عايز اخفي كل الليارات الخاصه بالصحراء، عايز اظهر كل الليارات الخاصه بالميه مثلا، وهكذا. فتقدر تظهر تخفي الليارات زي ما انت عايز بالشكل ده، تبدا تظهر معاك. مثلا انا قلت له ازر الليارات اللي بتاعت الميه مثلا، ممكن تقول له انا عايز ليجند، يبدا يشرح لك الصور اللي موجوده هنا اللي كل لون بيعبر عن ايه. طيب زي ما انت شايف في امكانيه ان تضيف داتا مثلا معينه من اي موقع، مثلا تقدر تديله اليو ار ال او الموقع وتضيفه لك على الخريطه هنا. تقدر تشارك المعلومة دي مع أصدقائك، وهنا طبعا ده بيجيب الخريطة الرئيسية أو أول لقطة، تمام. وهنا ممكن تقول لا أنا عايز ماي لوكيشن، فيبدأ يجيب لي زوم على المكان اللي أنا موجود فيه. تقدر تعمل كويري بحيث إن أنت تستفسر عن معلومة معينة أو تصفي المعلومات اللي موجودة. ممكن لو أنت عايز تقيس تبدأ تقيس من هنا. انا بسجل هنا من الدوحة، يقدر يجيب لك الاليفيشن بروفايل، طبعا كل ما بتعمل زوم بيبدأ يجيب لك الزوم ليفل قد ايه والسكيل قد ايه، وبس بياخد وقت على ما يحمل الصورة من على النت حسب سرعة النت اللي عندك. هنا تقدر تشوف السبوت اليفيشن اهوت، بيدوس على اي حته من الخريطه وهو يبدا يجيب لك المعلومات بتاعتك. وتقدر تطبع الخريطه زي ما انت عايز، تقدر تحملها بحيث لو انت استخدمها في اي برنامج من البرامج الاخرى. تقدر تحدد الداتا اللي انت محتاجها بالشكل دوت. تقدر تحمل الـ National Land Cover Databases، تدوس عليه يبدأ يتحمل، أو ممكن تعمل Advanced Search Option وتحدد بالظبط ايه اللي انت عايزه. تقدر تقول له اعمل زوم أو اعمل Draw Points بالشكل دوت. ومن هنا بيقول لي المابس، تقدر تغير نوع المابس اللي موجودة بشكل دوت.